بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان إزالة كل التنسيقات من فقرة معينة. الكلام ده في الوورد، تطبيق منسق النصوص التابع لحزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبي. طبعا في البداية بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات، واعمل لنا لايك كده لو عجبك الفيديو. إزاي نعمل إزالة للتنسيقات؟ طبعا ده سؤال بيتردد او بيتكرر في اختبارات الاي سي دي ال واختبارات المايكروسوفت اوفيس المختلفه. باختصار انا هحدد الفقره اللي عاوز ازيل منها كل التنسيقات، بيعود بالكلام بالنصوص الى الوضع الاصلي الطبيعي خالص. ازاي بنحدد الفقرة؟ لو الفقرة صغيرة، سطر واحد كده او نص سطر او كده، فبنحدد من اولها لاخرها كده، او من خارج السطر كده بنضغط ضغطة واحدة هنا كده فبيتم تحديد الفقرة دي، او تضغط ثلاثة كليك على اي مكان في داخل الفقرة، لان كليكاية واحدة بيتم تحديد المكان ده، دبل كليك بتحدد الكلمة، ثلاثة كليك بيحدد الفقرة كاملة مهما كانت هي كام سطر. تمام. وممكن بطريقة تانية ان انت بتروح تعمل تظهر علامات الجدولة اللي هي من تاب الصفحة الرئيسية جروب فقرة، العلامة الاخيرة دي اظهارة العلامات الجدولة دي بيديني مكان كل مسافة نقطة ومكان كل انتر العلامة دي. فطبعا من الانتر دي للانتر دي، دي فقرة، من ضغطة الانتر لضغطة الانتر فقرة، بتبدأ تضغط عليها وتحدد الفقرة بتاعتك. احنا مش عاوزين علامات الجدولة حاليا، انا حددت الفقرة دي وعاوز حاليا ازيل كل clear all formatting في من الفقرة دي. بروح على الصفحة الرئيسية او الشريط الرئيسي او التاب ده الرئيسية ده، وبعد كده بتروح على الفقرة الخط بتاع الجروب بتاع خط ده فونت، وهنا فيه أداة اسمها مسح التنسيق أو إزالة كل التنسيقات Clear All Formatting، تضغط عليها ضغطة واحدة وأنا محدد الفقرة اللي عاوز أزيل التنسيق بتاعها، فبيتم إزالة كل التنسيقات، ألوان الخط والخلفية وكل شيء، وطبعا رجع بالفقرة إلى الوضع الطبيعي الأساسي أو الديفولت بتاع الوورد. دي المعلومة البسيطة اللي حاولت أشارك بيها في الفيديو الحالي. لو عجبتك طبعا المعلومة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب كده للقناة وتضغط على زر جرس التنبيهات وتشارك الفيديوهات. كمان بنشكر كل من يدعمنا دعما ماديا من خلال خدمة فودافون كاش والرقم في وصف الفيديو، أو من خارج مصر من خلال خدمة تحويل الأموال ويسترن يونيون. وبنشكر كل من يدعمنا بالمشاركات والمشاهدات، وأيضا لو عندك استفسار اكتبه في التعليقات. شكرا لمشاهدتكم الطيبة، انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.